اديت على ما سويت رندره للفيديو، يعني الليل كله انا دا اشتغل. والله بدا تسجيل انا اعتذر، المحاضره. السلام عليكم مره ثانيه. انا اعتذر دكتور، والله ماكو مشكله، ماكو مشكله، قدمناك بس ماكو قدمنا مشكله. دكتور، الله يخليك الله يعزك. عليكم السلام ورحمة الله. بدا تسجيل المحاضره جروب اي، محاضرتنا اليوم الخامسه من مواد ماده الاجهزه الطبيه. محاضرتنا اليوم خصوص اجهزه الدايثيرمي. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن جهاز، شنو كان اسم الجهاز طلاب؟ الواكس باث، الواكس باث. الواكس باث أحمد، شكرا. الجهاز الواكس باث قلنا هو من أجهزة شنو؟ أجهزة العلاج الطبيعي، أجهزة العلاج الطبيعي، أجهزة تريتمنت للمفاصل، للآلام، هواي مشاكل. أجهزة العلاج الطبيعي شنو اللي يميزها؟ هي طبعا من اسمها علاج طبيعي، بس شنو اللي يميزها عن باقي أجهزة العلاج؟ وظيفتها ثابتة، نعم، تعيد تأهيل جسم الإنسان عن طريق شنو؟ عن طريق الحرارة، عفوا، من اللي يحكي لنا؟ الاسم ما واضح يمي. بنية ضياء أحسن. بنين ضياء، اي عن طريق الحراره بنين. شو تسوي الحراره لجسم الانسان؟ يعني قلنا من يتشنج مكان نخلي الحرارة عالية حتى تتوسع الأوعية الدموية ويزداد تدفق الدم حتى جيد حنين، يتعالج أسرع. انا راح اطول خلق وياك حتى اعطيك بلس 1. بنين، الدم من يزداد تدفق للجزء المصاب، شو راح يصير عندنا؟ ينتقل لغذاء وينسحب من عنده الفضلات. جيد بنين، شكرا. وهذا البلس 1. الأجهزة عفوا، أجهزة العلاج الطبيعي، الفيزيكال ثيرابي الحرارية، بأغلبها فكرتها مثل فكرة كيس المي، إنه إحنا نسلط حرارة على جزء مصاب عندنا. هذا الجزء المصاب راح تزداد حرارته، راح تتوسع الأوعية الدموية بيه، راح يزداد تدفق الحرارة، عفوا تدفق الدم. الدم من يتدفق راح يجلب لنا غذاء، علاج، مسكنات آلام طبيعية، وراح يسحب لنا الفضلات والسموم والمشاكل اللي موجودة بداخل هذا الجزء. أجهزة العلاج الطبيعي الدايثيرمي والواكس باث. الواكس باث هو جهاز حراري، بس هو مو دايثيرمي، هو مو أجهزة الدايثيرمي، لأن الحرارة بالواكس باث ايش قلنا عنها؟ شو تكون حرارة؟ داخلية، سطحية؟ سطحية دكتور. سطحية، حرارة سطحية. شنو مشاكل الحرارة السطحية؟ دكتور قد تسبب حساسية إذا كانت أكثر من الوقت اللازم. نعم مضبوط. بعد أحمد، هاي بلس 1، شكرا لك أحمد. عفوا دكتور. شنو بعد عندنا مشاكل بالحرارة السطحية؟ أستاذ، إذا صعدت درجة الحرارة أعلى من 54 ينصلخ الجلد. صحيح أمجد، عاشت إيدك، شكرا. هاي بلس 1. الحرارة السطحية أكو بيها مشكلة كلش أساسية، أكو أحد يقدر يذكر لنا حتى يحصل آخر بلس 1؟ دكتور احنا ذكرنا الفرق بين المي وبين هي هاي المادة اللي تصير على الجلد. أي دكتور المي يكون كله درجة حرارة واحدة، يعني مثلا من نحميه او نغليه درجة حرارة معينة راح يصير هو المي كله هاي بنفس درجة الحرارة، بينما هاي المادة من نطلعها مثلا من الجهاز راح يصير السطح الخارجي مالتها بارد، لان مو بارد او اقل درجة حرارة من الداخل مالتها لان راح تتعرض للهواء. هو حكيك صحيح، لانه انت لا تقصد انه هو يحتفظ بالحراره لاطول فتره ممكنه، حرارته لطيفه ما تسبب حروق، نعم هذا مخرج ويوصل وبالداخل الحراره لجسم الانسان. اكيد السطح الخارجي راح يبرد لانه حيكون معرض للهواء، مو مثل السطح الداخلي الملامس لجسم الانسان اللي هو حرارته 37. فالانتروبي ما بين الواكس وما بين الجسم راح تخلينا انتقال فقدان الحراره اقل، ابطا. نعم اكو فقره، شكرا. اسمك شنو؟
بيت حسام. شكرا. اي اكو فقرة جدا مهمة، يعني الأغلبية ذكروا فقرات مهمة، بس الفقرة الأهم أنه الواكس بات حرارته سطحية ما راح تنفذ للجزء المصاب. راح عندنا إحنا طبقات من الجلد، طبقات من الدهون، طبقات من اللحم اللي هي العضلات، زين ذني أغلبها راح تتبدد بها الحرارة وما راح توصل لنا للجزء المصاب. مثلا إحنا رايدين بون هيلينج، يعني العظام نريد نرممها، إحنا رايدين مفاصل، احنا الى اخره، هاي الحراره ما راح توصلها. فلهذا سو يعني دخلت اجهزه الدايثيرمي بهالمنطقه هاي، لان هي اسمها دايثيرمي ثرو هيتينج، يعني الحراره الداخليه، تنشئ الحراره من داخل جسم الانسان مو من الخارج. الدايثيرمي اذا بمراجعه تاريخيه بسيطه، اول من سواها هو العالم تسلا بال 1890 تقريبا، يعني مو في جهاز جديد. العالم تسلا كان يريد يختبر الترددات، تدرون تسلا هو اول من اخترع الالترنيت كارنت اللي هو التيار المتناوب، كان يختبر تردد هذا التيار المتناوب وتاثيره على جسم الانسان. كنا نعرف الترددات البسيطه للتيار المتناوب شو تسوي بينا، الكهرباء الوطنيه ترددها 50 بس، شو تسوي بينا ال 50؟ هدير. مجرد يعني بس مثل الخديشة ومثل ما يأثر. ما يأثر يقول أحمد. أكو أحد عنده رأي ثاني بخصوص التيار الكهربائي 50 هرتز؟ لا هسه احنا ده نحكي يعني بصورة عامة، أي التيار المتناوب اللي هو الـ AC current من تكون تردداته قليلة شو يسوي لنا؟ صدمة كهربائية، صدمة كهربائية، يعني ما منتو الواحد بيكون بكهرباء، صدمة كهربائية. هاي الصدمة الكهربائية بهالتردد هذا من تدخل على جسمك، عضلاتك، الجهاز العصبي مالتك، راح تحفز العضلات، فتشوف اللي إنت اللي يتقلص يتشنج بعد ما يقدر يتحكم بعضلاته، راح تحفز الأعصاب فيصير عندك ألم، وراح تضرب كهربائية القلب ويموت الإنسان. فهاي بالترددات القليلة. هو كان دي يختبر بالترددات العالية شي يصير، فكان دي يزيد التردد ويشوف، شاف إنه بالترددات العالية جسم الإنسان ما دين نتل، جسم الإنسان قام يصير به حرارة، تتولد من عنده حرارة، يعني تسخن المنطقة اللي دنسلط عليها. طبعا مو تماس مباشر، يعني تماس مباشر ايضا راح يمر لنا تيار وتسبب لنا مشكلة، لا عن بعد. فتقريبا العالم تسلا هو اول من اخترع كل اجهزة الدايثيرمي، كل اقطاب الدايثيرمي اللي راح نشرحها، منها الاقطاب السعوية، الاقطاب الحثية، والاقطاب الملامسة مباشرة. هاي اقطاب اللغت كانت سابقا تستخدم وبها خطورة، وحاليا اللغت. فالجهاز قديم جدا، تاريخه قديم، طريقة استعماله آلاف السنين، احنا نسلط حرارة على المنطقة المصابة والى اخره. اليوم اللي راح نشرحه المحاضرة هذه شوية بها دكتور اقدر اضيف؟ اي نعم، بس قلنا اخر فقرة انه اذا كان عندنا inflammations او لو انجور مثلا بالمكان اللي احنا نريد نعالجه بالواكس باث، فنقدر نتأكد انه هو not wet يعني، صح. ونخلي عليه gloves، يلا نقدر نستعمل الواكس باث لانه راح يصير عندنا يعني حرق مباشر للمنطقة. صحيح غدير، شكرا. بلس وان ذكرتينا مساوئ من المساوئ الواكس باث. اليوم جهاز الدايثيرمي المحاضرة راح نشرحها، ممكن راح نخرج عنها، بس بصورة عامة خلينا نشوف الجهاز أولا بعدها نجي للشرح. دكتور هذا أيضا يستخدم بالعلاج الطبيعي؟ هو جهاز من أجهزة العلاج الطبيعي، هذا اللي يستخدم الساقة الكهربائية الخفيفة
صار لا بيصير ذاك مجنون. التنس، ذاك الكتريكال ستيموليشن، ذاك بيصعقات كهربائيه تحفز العضلات والى اخره، مو موجود عندنا بالمنهاج. بس صحيح هو من اجهزه العلاج الطبيعي بالريهابليشن مال المصل، مال المسلز والنيرفز. ف منو اللي قال؟ احمد. شكرا احمد على اضافه لطيفه. نعم دكتور. احمد شو معرفك بهذا الجهاز؟ دكتور أنا كان عندي آلام ظهري، راح تعالج علاج طبيعي. اي نتلات كهربائيه خفيفه لو حراره. لا أنا تلات كهربائية وأيضا هم مؤذية. اي هاي النتلات الكهربائيه احمد، هذا الجهاز الكتريكال ستيموليشن، يعني محفز كهربائي لزقات تلزق على المنطقه المصابه. نطي نتله كهربائيه، هاي النتله تحفز لنا العضل في حاله اللي بعضهم عندهم ضمور بالعضلات، او التردد معين تحفز لنا العصب وتقلل لنا من الالام اللي دا نحس بيها. شلون صرت احمد بعد العلاج؟ يعني نوعا ما أحسن. افضل. العلاج انتم تشوفون نتله كهربائيه بسيطه بدون ادويه بدون كذا، ويتحسن الانسان بعده. اعتقد يمكن لو مستمر كان افضل. نعم دكتور، هو العلاج الطبيعي إذا الواحد استمر بيه يكون أحسن طبعا. شكرا احمد. جهاز الدايثيرمي، الجهاز تقريبا مثل هذا اللي تشوفوه، مسلطين جزء، هذا طبعا مايكرويف دايثيرمي او شورت ويف، غالبا مايكرويف. قطب يحطوه على المنطقه المصابه، والمنطقه المصابه تبدي تسخن من داخلها. الجهاز اغلب حجمه كبير، وراح نشرح ليش حجمه كبير حتى تاخذوه بالعملي. انا كنت سابقا بالسنوات السابقه اخذ نظري وعملي، حتى العملي بتعرفون الجهاز قدامكم ونقدر نفسخه، نقدر نشتغل بيه ونشوف مشاكله. مثلا هاي عندها مشاكل بالرقبه، دا يسلطون الدايثيرمي عليها، بالظهر، باغلب المناطق. اذا تذكرون الواكس كنا ما نقدر نسلطه على كل الاماكن، لانه يعني غالبا المناطق الظاهريه، او تعال لازم فرشه وتحط على المنطقه المصابه، فهو بمشاكل الكتف الى اخره. هذا الجهاز هاي صورته، حجمه كبير، راح نشوف شنو مشكلته ليش حجمه كبير. هذا اكو قطب واحد او اكو قطبين سعويه، مثل هاي، هاي قطبين سعويه، تصير مثل المتسعه جسم الانسان بالنص والقطبين يمنى ويسرى. اكو من عندها لا يونيبولر، قطب واحد. اكو من عندها اصلا الدايثيرمي لها عده استعمالات، مو بس بالعلاج الطبيعي. الدايثيرمي بالحرارة البسيطة نستخدمها بالعلاج الطبيعي، الدايثيرمي بالحرارة العالية نستخدمها بقتل الخلايا السرطانية. العلاج براديشن اللي هو الشورت ويف أو مايكرويف يستخدم بقتل الخلايا السرطانية، والدايثيرمي بالتركيز التيار نستخدمه بالعمليات الجراحية مثل هذا الجهاز. هذا الجهاز هو تطبيق للدايثيرمي، نفس مبدأ العمل، بس هذا الجهاز يقطع ويخثر ويسوي عمليات جراحية، يعني مثل مشرط كهربائي، إذا سامعين بالمشرط الكهربائي أو يسموه كتري أو غيرها. هذا هو نفس الجهاز المشرط اللي يصير بالعمليات يعني، مشرط بس عن العمليات، بعد. مشرط جراحي ميكانيكي لا يقطع لنا دكتور، الخلايا. حراري عن بعد يعني اي هذا حراري عن يصير بعد، هو بالكاتينج. هذا، هو هذا، هذا الجهاز الكترو سيرجيكال يونت، او يسموه بالمستشفيات كتري. هذا هو دايثيرمي، دايثيرمي بالحاله العاديه، بس احنا دا نركز الحراره مالته والتيار مالته على جزء كلش بسيط فيحرق لنا المنطقه المصابه. فالدايثيرمي لها 3 استخدامات: علاج طبيعي، قتل الخلايا السرطانيه، وبالعمليات الجراحية. كل تطبيق حرارته مختلفة، تردده مختلف. إن شاء الله راح تأخذون العلاج الطبيعي وراح تأخذون الجراحي، بس قتل الخلايا السرطانية ما موجودة ضمن المنهج. نبدأ بمحاضرتنا بعد ما تعرفنا على شكل الجهاز واستخداماته. Therapeutic Diathermy
Introduction. It was recognized several thousand years ago that hot baths were therapeutic. يعني يقول لك من آلاف السنين الإنسان عرف أنه الحمامات الساخنة أو العيون الماء الساخنة هي علاجية. It was not until the mid-1980 that the pain-relieving properties of heat were somehow understood. يقول لك لحد 1980 يلا عرفنا شون الحرارة تقلل لنا من الألم وشون تعالج لنا الإصابات. Two primary therapeutic effects take place in the heated area. Effect يعني تأثيرات تأثيرين أساسيين دي يصيرن بالمنطقة اللي تعرض للحرارة. أولاً دي يصير عندنا increase بالميتابوليزم يعني زيادة بالأيض. Resulting in relaxation of the capillary system يسوينا relaxation بالجهاز الوعائي. And there is an increase of blood flow. أولاً زيادة الريلاكسيشن بالجهاز الوعائي يعني تمدد الأوعية الدموية الفازو دايليشن اللي هي تمدد بالأوعية الدموية راح تسبب لنا زيادة بالبلد فلو زيادة بالجريان الدم اللي راح ينتقل لنا للهيتد أريا. هذا الشيء راح يكون مفيد للدمج تشو للنسيج المصاب. الفيزيكال ميثودز اوف برودوسينج هيت ان ذا بودي الطرق الفيزيائيه لتوليد الحراره بداخل الجسم هي كوندكتيف هيتينج للحراره الحثيه انفراريد راديشن هيتينج هاي خطا هاي خطا الانفراريد راديشن هيتينج هي ما تولد لنا حراره بداخل الجسم فهاي انسوها. الراديو ويف هيتينج الداياثيرمي والالتراسونيك ويف هيتينج يعني هاي شنو هاي انسوها هاي النقطة انسوها هندسيا انسوها علميا الاي ار ما يولد حرارة بداخل الجسم الاي ار بالضبط مثل الواكس باث اذا حنشوف جهاز الاي ار قبل ان نرجع للمحاضرة اي ار لايت وريها هذا ضوء الاي ار طبعا هم يعني يستخدم بالعلاج الطبيعي ده تشوفوا ضوء تقريبا لون احمر لانه هو اي ار يسلط على المنطقه المصابه ويعالج لنا اياها نفس فكره انه احنا نسلط الحراره على عن طريق الواكس الشمع على الجزء المصاب بس هذا بضوء اي ار بطول موج معين وحراره معينه هذا هو اللي يشتغل عندنا جهاز من الاي ار بالمختبر فجهاز الاي ار او ضوء الاي ار مثل ما احنا نشوف هو ضوء او اشعاع يسلط على المنطقه هذه يسوي لنا حراره على السطح والحرارة شوية نافذة أكثر من الواكس بس هو حرارته سطحية مو حرارته داخلية فالنقطة الخطأ بالآي آر راديو ويف وألتراسونيك ويف الصراحة الأول نقطة هي تابعة للشورت ويف أو الراديو ويف طرق يعني توليد الحرارة داخليا ثلاثة مايكروويف شورت ويف التراسونيك هاي المايكروويف مثل المايكروويف مال البيوت بالضبط شلون احنا بدنا نخلي الماده تسخن منو مستعمل المايكروويف بالبيت من عنده مايكروويف نعم دكتور المايكروويف من تحمين به حاجه معينه الماعون يحمل ويظل بارد لا يظل يعني بارد مو كلش حامي بس الاكل شو اسمه يصير ساخن الأكل حار نار ليش؟ من يعرف طريقة عمل المايكرويف؟ منو شوية باحث صار عنده فضول شو يشتغل المايكرويف؟ موجات دكتور هي موجات أي. راديوية نعم شبيهة بالراديوية نعم أي ما أعرف بس هذا اللي أدري بيه إن هو صحيح يشتغل المايكرويف عن طريق إنه
كانت اكو قطعة كاكاو قريبة صحيح. من الجهاز موجي، اي وهذا القطعة مال الكاكاو ساحت، فاكتشف انه الموجات هي تولد حرارة. صح صحيح. شكرا. اسمك شنو؟ مريم احمد رحيم، مريم. ايش قد رقمك؟ 166. بس خليك شوي مريم، ثواني. 166. بدأ ألقى رقم. 166 بلس 1 166. مريم، أحمد رحيم. مريم أحمد رحيم. جروب جروب اي 3 نقلان. شكرا مريم. 050 رفعت ايدك. غدير رفعت ايدك. اي غدير. يعني يكون تدخين بها بالأشعة، ويعني عفوا الماء والجزيئات راح يصير بها استقطاب من الداخل للخارج عكس الأفران العادية. غدير ذكرتي شغلة مهمة، هي المي، جزيئات المي بالداخل. غدير تقدرين تشرحينا بشكل أفضل عن شلون دي يسخن لنا المايكرويف المواد؟ دكتور الأشعة اللي تصير يعني من في الداخل مال المايكرو راح يعني يصير بها استقطاب، فراح يعني ما راح تكون عازلة، بحيث حصير الحرارة يعني كلها بالداخل بس، يعني تؤدي إنه تسخن الطعام بصورة كافية بكل الأنحاء مالته. جيد، شكرا غدير. عفوا. اكو طالب رفع ايده. اي 066. نعم أستاذ. صفر أستاذ ستة جهاز وستين اش دا المايكرويف، اشوف لك حسابين قدامي، داخله من حسابين، داخله من، لا وهذا دكتور، جلتش، 66 اعتقد صح. اي و66 أستاذ جهاز المايكرويف يعرض الأطعمة لموجات كهرومغناطيسية وتدخل هاي الموجات داخل الغذاء، يعني نعم. تحرك جزيئات الماء أو يعني جزيئات صح. الماء أو السكر أو يعني الأشياء الغذائية نعم. وتسخنها. شنو اسمك؟ زينة مقداد. زينة مقداد. شنو؟ زينة مقداد محمد علي اي 3. A3. زينة، من تعرفي هاي المعلومة؟ سويت جوجل. شكرا زينة. زينة ذكرت الـ يعني الأساس العلمي اللي ينبنى عليه جهاز المايكرويف. جهاز المايكرويف احنا راح ناخذه بالدايثيرمي، لهذا احنا بدنا نشرح عليه. جهاز المايكرويف يولد موجات مايكرويفية بتردد معين، يسلطها على الغذاء اللي احنا دا نريده. هذا الغذاء إذا بيه جزيئات مي، هاي جزيئات المي راح تهتز بسرعة التردد اللي دخل لها. يعني هي اصلا الموجه الميكرويفيه هي اللي تهتز، اللي تتردد، وليش اسمها بيتردد؟ اللي تتردد تتحرك باتجاهين. هذا التردد راح يخلينا جزيئات المي ايضا تتحرك بنفس التردد اللي مال المايكرويف. هاي الحركه شو تسبب؟ حراره. احنا نعرف الحركه تسبب حراره والحراره تسبب حركه، العلاقه بيناتهم. هاي الحركه راح تسبب احتكاك داخلي، راح تولد لنا حراره. الحراره هاي تشوفوها تتوزع بكل انحاء الغذاء اللي احنا ذا نريده، لانه المي موجود بكل مكان. لو خلينا قطعه مثلا خبز يابس ما بيها قطره مي، يابسه صار لها اسبوع بالشمس، ما راح تسخن نهائيا، لانه ماكو ذرات مي بالخبز، فماكو شيء ده يهتز وماكو شيء ده يولد لنا حراره. ففكره المايكرويف انه ده يعتمد على اهتزاز ذرات المي، او عفوا جزيئات المي، مو ذرات المي، جزيئات المي، ده تسبب لنا احتكاك وحرارة. نفس الفقرة عن جسم الإنسان، جسم الإنسان بيه مي، بيه سوائل معينة،
المايكرويف راح يخلي ان جزيئات المي بداخل جسم الانسان تتحرك وتولد لنا حراره، فهي حراره داخليه بالضبط مثل الحراره اللي ولدناها بالخبز الصمونه اللي بدنا نحميها بالمايكرويف. هذا من ناحيه المايكرويف. الراديو ويف بنفس الطريقه، الراديو ويف يشتغل بنفس الطريقه، بس كل واحد له استخداماته، كل واحد تردده شكل، كل واحد البنتريشن مالته شكل. يعني مثلا المايكرويف يشتغل على فلان لاير من جسم الانسان، على المسلز، الراديو ويف مثلا يشتغل على البون وهكذا. ف يجي يقول the conductive method اللي هي طريقة الحمل الحراري أو الطريقة التوصيلية is based on the physical fact that if two objects of different temperature are placed in contact, heat will transfer by conduction from warmer object to the cooler one. هاي الطريقة هي طريقة الواكس باث، طريقة التوصيل الحراري، انه احنا عندنا جزء حار وجزء ادفى من عند ابرد من عنده، ودا يوصل لنا دا توصل لنا الحراره من الجزء الحار الى الجزء الابرد. فهاي الطريقه هو مو طريقه توليد حراره بداخل الجسم. هو ذاكرين بدايه الملزمه انه طرق توصيل طرق انتاج الحراره من داخل الجسم. الصراحه هاي الطريقه ما تنتج لنا حراره بداخل الجسم، احنا دا نوصل حراره للجسم خارجيا الى اخره. فنعوف هاي النقطه، الهوت باث، الهوت باكس، هو ده يشرح هنا يقول نعم الطريقة الثالثة لتوليد الحرارة. ساعدنا مايكرو ويف وراديو ويف، الثالثة شنو؟ الثالثة التراسونيك. أحمد شكرا ذكرتني بها قبل الأعلى. الالتراسونيك من يعرف شنو هي موجات الالتراسونيك؟ ذكرتوا أنه موجات الراديو ويف والشورت ويف هي موجات كهرومغناطيسية. موجات الالتراسونيك شنو طلاب؟ ما حد يعرف؟ موجات فوق الصوتية، صوتية فوق السمعية. شكرا غدير، هي موجات فوق الصوتية، بس هي شنو؟ نسأل على التعيين، مثلا زهراء علي فاضل. حسن أسعد. حسين عبد الكريم. دقيقة مريم بس خلينا نشوف باقي الطلاب. حسين محمد. الأفضل نسأل عباس. عباس موجات صوتية دكتور، أكيد موجات صوتية. موجات فوق الصوتية مثل ما قالت غدير. عباس، عباس علي حداد. نعم دكتور، نعم دكتور. عباس شنو هي الموجات الفوق الصوتية؟ انت كنت دا تسمع اغنيه، الاغنيه دا تجيك من سبيكر، السبيكر ايش كان دا يولد حتى دا يوصل الصوت لاذنك؟ ترددات يعني دكتور، مو ترددات مضبوط، بس هاي الترددات احنا قلنا انه الراديو ويف والشورت ويف هو موجات كهرومغناطيسيه. طيب الموجه الصوتيه والفوق الصوتيه هي موجه شنو؟ دكتورة ذات ترددات عالية وذات ترددات واطية. اوكي عباس. اكو طالب، شكرا عباس. 38 رفعت يدك. دكتور الموجات اللي تتجاوز ال 20 كيلو هرتز. صحيح. تستخدم بالعلاج. صح. اريد الموجة هي شنو؟ فحص الجنين. صحيح. هي موجات فوق سمعية يعني ما تسمح الاذن البشرية. اكيد. اكيد. اي 32. 32 دكتور تنتج صور هيكله الجسم. اوكي هذا تحكي على الالترا ساوند نفس الشيء، يعني تطبيقات ابلكيشن الالترا ساوند، بس اريد اعرف ماهيه موجه الالترا ساوند، شنو هي هاي الموجه؟ اذا ماكو احد يعرفها حتى يعني اللي يعرف خليه يرفع ايده حتى نعطي بلس 1 على المعلومه، واللي ما يعرف حتى نشرحها. اي احمد دكتور هي موجة ذات تردد على الحد المسموع، الحد للمسمع البشري. أكيد هاي ترددها.
صح. حاليا ماكو احد يعرف بها. هي موجات ميكانيكيه، موجات ميكانيكيه، ضغط وتخلخل. مثلا عباس من كان يسمع بالسياره، السياره مكان به هواء، ما مفرغه من الهواء، مكان تقريبا شبه مغلق. اللي دا يصير السماعه نفسها اللي منتبهين السماعات شلون تشتغل، تتحرك تصعد وتنزل، ميكانيكية اهتزازية 085. شكرا لك. السماعة تصعد وتنزل، تهتز، تسبب لنا ضغط وتخلخل، ضغط وتخلخل بالهواء نفسه، الهواء نفسه اللي داير مداير، هذا تسبب لنا به ضغط وتخلخل. هذا الضغط والتخلخل دي يوصل الاذنك، الاذن شلون تشتغل، شلون تسمع؟ أحد يعرف الأذن شلون تسمع؟ ما ماخذين بالفسجة؟ عن طريق الضغوطات والتخلخلات، مو تدخل للأذن؟ الضغط والتخلخل يصير على طبلة الأذن، طبلة الأذن أيضا تهتز مثل اهتزاز السماعة، وبالتالي الاهتزاز ينتقل للعظام، والعظام تنتقل للأذن الوسطى، وبعدين يصير عندك حساسات تستقبل هاي الإشارة. الفكرة أنه الألتراساوند موجات ميكانيكية تهتز بتردد أعلى من السمع الإنسان. هاي الموجات نفس الفقرة، مثل ما قلنا إحنا الحركة تولد حرارة، الحركة هاي جدا سريعة اللي راح تصير على جزيئات جسم الإنسان راح تولد لنا حرارة. بروب الألتراساوند نفسه ما بي حرارة، فالحرارة راح تتولد داخليا بسبب حركة الجزيئات باهتزاز جدا سريع. وصلت احمد الالتراساوند او الالتراسونيك ويف هيتينج؟ اي دكتور واضح جيد. فهاي طرق كانت توليد الحراره داخليا. نرجع على المحاضره، دي يقول انه طريقه التوصيل اللي هي قلنا بالواكس باث هي هوت باث، حمام ساخن، تشيس ماي حار، هيتينج باد خارجيه الى اخره. البارافين، هوت بارافين مذكور هنا. فهذا تقريبا تقريبا هذا الجزء مو مهم. التطبيقات applications، conductive heating. المحاضرة طبعا على الدايثيرمي، بس لحد الآن هو ده يشرح على التوصيل، الحرارة بالتوصيل بالحمل الحراري. Conductive heating is used in treating conditions such as arthritis, nutrition, sprains, إلى آخره. Radiant heating اللي هي IR. IR هو يبث حرارة، يشع حرارة عن طريق الإشعاع مالته، مو مثل الواكس باث كان الحرارة دا تنتقل من الواكس مباشرة لجلدك. إذا حطيت الواكس بعيد عنك ما راح توصلك حرارة، بس IR يشع حرارة، radiant يعني إشعاعية، إذا نحطه عن مسافة ويش عندنا حرارة. أكو أحد البرزنتيشن، البرزنتيشن واضح؟ أكو ده تطلع لي مسج إن البرزنتيشن بمشكلة. البرزنتيشن واضح طلاب؟ ماكو صوت المهارة. جيد واضح فندوس أدق ما نشوف. يقول البرزنتيشن بمشكلة. المهم دكتور العفو بلا زحمة، أي أقدر أطلع من الميت بس سجلنا حضورنا، صارت أدي شغلة مهمة. شنو اسمك؟ علي حازم حمود 94. أوقف علي، علي حازم حمود بلي دكتور يا جروب أي فور. أي فور اوكي علي توكل. ممنون دكتور. اهلا وسهلا. نرجع الراديانت هيت اللي هي الحراره بالاشعاع، also used for surface heating، تستخدم يعني الاي ار او الحراره الاشعاعيه تستخدم ك حراره سطحيه، surface heating of the body. This is the same form of heat we feel from the sun. نفس الحرارة اللي نحس بها تحت أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس هم بها IR. أو من لهبة النار، النار أيضاً تعطينا الحرارة بالIR وبالconductive طبعاً طريقتين.
الاي ار ويف لينث هي من 800 الى 4000. الويفز ذني تخترق الجلد بثلاثة ملم، فهي حرارة سوبرفيشيال بس شوية أكثر من الحرارة مال الواكس. الواكس مباشرة على سطح الجلد، هاي شوية تخترق الجلد بثلاثة ملم، تزيد لنا الحرارة الداخل، عفوا الحرارة السطحية. الزيادة بالتعرض لهاي الحرارة تسبب لنا احمرار وتعرق وتورم، والحرارة التعرض لفترة طويلة يسبب لنا حرق وتصلب بالجلد. هذا كله ما مطلوب من عندكم، لأن احنا موضوعنا اليوم عن شنو؟ شنو موضوعنا؟ دايثيرمي، اللي هي حرارة الداخلية. فالحرارة الإشعاعية اللي هي radiant heating ما مطلوبة من عندكم، بس ده نشرحها حتى تعرفون جهاز الاي ار من تشوفوه. يعني ده اشرحها لكم مو كمحاضرة انه مهمة هذا التطبيق، لا احنا موضوعنا عن الدايثيرمي. نجي هنا يبدي يشرح عن التيار الكهربائي المتناوب. When alternating electric current pass through the body, various effects such as heating, electric shock take place. لما يمر التيار الكهربائي من خلال الجسم، تأثيرات متعددة تصير عندنا، مثل التسخين، تشوفون اللي ينت اللي تصير عنده حرق بإيده أو بأي مكان ينتهل به، وصدمة كهربائية. The amount of heat that can be transferred to the body by electrical diathermy increase as the frequency of the current increase. كمية الحرارة اللي تتولد بداخل جسم الإنسان تزداد بازدياد التردد. تزداد بازدياد التردد. هنا أنا method of generating generation infrared. طرق توليد الانفراريد، هاي ترى لحوا بيها. By putting tungsten wire inside a steel tube insulated thermally to prevent the touch wire. انه هو ضوء، يعني خلينا نشوفه مره الاخ، ترى هو ضوء، والضوء ينصنع من غالبا من تنجستن. هذا ضوء تروح تشتري من فيليبس، ضوء اي ار 250 واط محطوط داخل حجره ستيل. واضحه الصوره؟ حجره ستيل حتى تعكس ال يعني مو ستيل، هي عاكسة زين، وضوء تنجستن يولد لنا لون أحمر من فيليبس موجود بين ريليف. هذا الموضوع عن توليد الـ IR أيضا ما مطلوب. هنا أنا هاي المعادلة عن الحرارة المتولدة بال هيتر او بالاي ار هم مطلوبه. هاي الاكزامبل عن الاي ار هيتر هم مطلوب. شويه اللي مسوي هالمنظمه شويه يعني قدم مشكله كانت. نجي على الموضوع المطلوب من عندنا اللي هو الدايثيرم. Diathermy. The use of frequencies near 30 MHz, يعني استخدام الترددات بال 30 MHz for heating is called short wave diathermy. Long wave diathermy at frequencies near 10 kHz was used, but this has become obsolete. أكو سابقا كانوا يستخدموا long wave diathermy بترددات 10 kHz حتى يولدون حرارة، بس هاي صارت قديمة وبعد ما حد يستخدمها لأن بها مشاكل أكبر. بال 1951 تم استخدام طريقة جديدة تستخدم المايكرويف. المايكرويف ترددها 2450 ميجا هرتز. تشوفون فرق التردد؟ تم استخدامها. المايكرويف هي تستخدم بالرادار طبعا وبالمايكرويف أوفن. من نقول شورت ويف، شورت ويف شنو معناتها كلمة شورت ويف؟ موجة قصيرة. موجة قصيرة. ايش قد تتخيل
طول الموجة. اي اكو طالب رفع ايده او جواب من 20 الى هيجي يعني 50 60 شنو عشان الى 50 60 شنو وحدة القياس شنو ما لا طول الموجة احنا بدنا نقول شورت ويف اعتقد دكتور من 12 الى 27 ميجي هرتز لا هذا تردد الموجة طلاب احنا درجة نصير مهندسين ان شاء الله ولازم نفرق بين تردد وطول والى اخره تردد الموجة هو تقريبا من 3 الى 30 ميجا هرتز بس طول هاي الموجة يعني نصف باي خلي منو اللي دي جواب احمد اي نعم دكتور احمد طول الموجات ذني اللي احنا نسميهن القصيرة من 100 الى 10 متر الموجة طولها 10 متر الموجة هي ذات الذبذب طولها 10 متر ال 30 ميجا هرتز تقريبا طولها 10 متر وال 3 ميجا هرتز طولها 100 متر فاحنا نسميها هي موجات قصيرة بس صراحة هي يعني مو قصيرة بس سابقا لانه ما كانت عندهم القدرة على توليد موجات بتردد اعلى كانت اكو مشكلة انه احنا ما نقدر نولد موجة بتردد عالي فلهذا الموجات اللي ولدناها سميناها شورت لانه سابقا كنا نولد بس لونج اللي هي اطول من 100 متر بالكيلومترات كانت المايكروويف ايش قد طولها المايكروويفات تتراوح من المتر للواحد ملي يعني هاي معلومات خلوها ببالكم حتى تقدرون تتصورون شنو الموجة وشون طولها وشون شكلها وشون ترددها فاللونج ويف اللي هي ترددات 10 كيلو هيرتز بعد ما حد يستخدمها المايكروويف اللي هي 2450 ميجا هيرتز قاموا يستخدموها نعم اكو واحد رفع ايده لا ماكو نعم دكتور بس بلا زحمه يقدر قادر الميت ليش عندك دكتور راح اروح كربل على محافظات زعلت ضجت لا دكتور شنو اسمك غير حسين عليوي جروب اي 3 غير جاد سبيد الله وياك شكرا دكتور نرجع heat from diathermy penetrates deeper into the body الحرارة اللي تتولد من الدايثيرمي تخترق عميقا داخل جسم الإنسان يعني عكس الحرارة اللي متولدة بالإشعاع أو الحرارة اللي متولدة بالحمل الحراري لهذا هي مفيدة it's those useful for internal heating and has been used in the treatment of inflammation of skeleton وإلى آخره نستخدمها حتى بالتهابات الجهاز العظام السكيلتون إذا نجي بلكت الصورة موجودة حتى نشوفكم إيش قد يخترق كل دايثيرمي نستخدمه types of application compression of heat distribution هاي الصورة شوية واضحة طلاب نعم دكتور بس الكتابة اللي بصفها مو واضحة مو مشكلة أنا راح أشرحها هذه الخط
الأفقي هنا طبقات جسم الإنسان، تبدي عندنا إحنا هنا الجلد، بعدها الدهون، تدرون الدهون جوا الجلد، بعدها العضلات muscles اللي هي اللحم إحنا نقول عليه، بعدها العظم، بعدها طبقة ثانية لأن إحنا خوما 2D أو خوما عظم وانتهى، إحنا جلد دهون عضلات عظام، نرجع مرة لخ عظام دهون جلد. فإذا نستخدم راديو ويف اندكتيف كويل، اندكتيف كويل الكويل الحثي هسه راح نشوف شكله، هذا يسخن لنا العضلات وشوية من الدهون، يعني ما يسخن الجلد وإنما يسخن العضلات وشوية من الدهون. إذا نستخدم الكاباسيتيف اللي هي شفناها الأقطاب السعوية اللي هي قطبين ونحط جسم الإنسان بالنص، تسخن لنا أكثر شيء الدهون، أقل العضلات، بس توصل حرارتها للعظم، توصل حرارتها تسخن لنا حتى العظم، فيستخدموها ويا المشاكل اللي عندهم بالعظام. المايكرويف، المايكرويف اللي هي تردد عالي، تسخن لنا الفات وتسخن لنا المسل بنسبة أعلى، هي تأثيرها على الفات أقل بس المسل بنسبة أعلى. الألتراساوند اللي هي ألتراساوند دايثيرمي تسخن لنا العضلات أكثر من باقي الأجزاء. فهاي تقريبا البنتريشن مال كل طريقة ومال كل ممكن أترخص منك وأطلع من المحاضرة؟ شنو سالفتكم؟ يعني ايش عندك؟ من اللي يحكي؟ دكتور ما انا ما اقدر يعني ادخل المحاضره هسه يعني بعض الوقت قريب. يا اسمك شنو انت؟ علي حسن كاظم. علي حسن كاظم، مش قد رقمك؟ 96. علي ليش ما تقدر تدخل؟ شنو مشكلتك؟ دكتور ما اقدر هسه انا احكي قدام طلاب، ما اقدر. اوكي علي، ممنون دكتور. علي حسن يا جروب علي. اي فور دكتور. اي فور طلاب، نبيه اخر مره، اللي يريد يطلع من المحاضره خليه يطلع قبل لا يسالني، حتى لا نضل نتقاطع كل شويه. اوكي شكرا علي، حتى لا المحاضرة تتقاطع كل شوية، هاي المحاضرة مسجلة. فواضحة هساي بالنسبة لكم. خلنا نرجع لمحاضرتنا. الشورت ويف دايثيرمي، شورت ويف دايثيرمي هيتس ذا ديب تيشو اوف ذا بودي، يسخن لنا الطبقات العميقة من أنسجة الجسم. It has been used in relieving muscle spasm, pain إلى آخره. تساعد لنا شانت على الـ relieving يعني راحة تقلص العضلات والآلام، وحتى مشاكل الأربطة أو والمفاصل، المفصل نفسه إذا شوية تطيح حرارة يصير أطرى قادر على الحركة بشكل أكبر للي عندهم تصلب بال مفاصل، الكاحل، العكس إلى آخره. الشورت ويف دايثيرمي نستخدم طريقتين حتى نوصل الالكتروماغنتيك للبدي، يعني هو شورت ويف دايثيرمي بس احنا دا نستخدم طريقتين لتوصيل هاي الشورت ويف لجسم الإنسان. أما دا نستخدم الكاباسيتنس اللي هي القطبين السعوية وجسم الإنسان بالنص، أو نستخدم الحثية إنه كويل يصير فوق جسم الإنسان ويوصل لنا المايكرويف لجسم الإنسان. بالكاباسيتنس هذا شكلها، هذا شكل الكاباسيتنس. هنا عندنا قطب وهنا عندنا قطب ثاني، وجسم الإنسان يصير بالنص مثل المتسع بالضبط، المتسع مو قطبين وكو عندنا عازل بالنص، نفس الفكرة. أما الاندكشن هذا الاندكتيف كويل بالضبط مثل الكويل اللي عندنا بغير أماكن، يعني بالكهرباء وبالإلكتروني، كويل اللف على جسم الإنسان راح يولد لنا حرارة بداخل جسم الإنسان. فسال كاباسيتنس كابلينج ميثود، in both methods the body part to be heated become
a part of resonant electrical circuit. بالحالتين الحالة السعوية، هاي ملاحظة جدا مهمة، بالحالة السعوية والحالة الحثية، يعني عفوا بالطريقتين، بالطريقة السعوية والطريقة الحثية، جسم الإنسان يصبح جزء من دائرة رنين، جزء من دائرة رنين. دوائر الرنين تعرفوها أعتقد بالكهرباء تأخذوها بالإلكترونيك ما أذكر، بس هي دوائر دائرتين يهتزن بنفس التردد عن طريق مطابقة، نسوي مسماتش لمواصفات هاي الدائرة ومواصفات هاي الدائرة، فيهتزن يقومون بنفس التردد. تذكرون تجربة الرنين بالفيزياء مال الخامس سادس؟ من يذكر تجربة الرنين؟ دكتور، هو بالرنين في خصائص الدائرة. اي لا عفوا، قبل الدائرة احنا نحكي عن الرنين. هو الرنين بصورة عامة حاجتين تتذبذب عندنا بنفس التردد. فمن يذكر تجربة الفيزياء بالرنين؟ خامس رابع سادس هيك شيء. شوكر النانة شوكتين، شوكر النانة ثيانتين بنفس المواصفات مصنوعة، من تهتز الشوكة الأولى ونقربها على الشوكة الثانية، الشوكة الثانية تبدأ تهتز بنفس التردد ويصعد يتضخم عندنا الصوت. ما تذكروها؟ ما حد يذكر هذه التجربة لو ما موجودة عندكم؟ ساعدنا بس ناسينا. طلاب الصناعة ما أصلاً بالصناعة. ها بالصناعة صح، أعتقد ما موجودة. بس جماعة العلم يعني إذا ناسين يعني الأساسيات مال الفيزياء شوية مشاكل تواجهون بفهم المبادئ أو الأجهزة الهندسية اللي انبنت على هاي الأساسيات. نرجع على الكاباسيتنس. A simple resonant circuit consists of capacitor and inductor. أبسط دائرة رنين هي تتكون من متسعة ومحث. Electrical energy from a power supply flows back and forth between the capacitor and the inductor, thus providing an alternating electrical field or current. التيار او الطاقه الكهربائيه اللي متولده من الباور سبلاي، لان احنا عندنا جهاز بباور سبلاي، تتناوب ذهاب واياب، لان هي تعرفون بها تصعد وتنزل التيار المتناوب ما بين المتسعه وما بين المحث، لهذا هي تولد لنا تيار متناوب، وهذا التيار المتناوب راح يدخل لجسم الانسان. In the capacitance coupling method of shortwave diathermy, the tissue to be heated is placed between two capacitor plates that have an oscillating electrical field across them. نفس هذا الحكي، دي يقول بالكاباسيتنس نحط جسم الإنسان بين قطبين من أقطاب المتسعة، وهاي راح تكون لنا دائرة مال ذبذبة. أصلاً هي تيار متناوب متذبذب بيناتهم، راح نحط جسم الإنسان بيناتهم، راح تصير عندنا متسعة خارجية وعندنا محث داخلي، راح تصير دائرة رنين وينتقل لنا التيار المتناوب لجسم الإنسان. The changing electric field forces the ions in the tissue to move back and forth. التغير بالتيار الكهربائي راح يسبب لنا حركة بالأيونات ذهابا وإيابا، حركة، هاي الحركة بها طاقة حركية، هاي الطاقة الحركية راح تتحول إلى حرارة. The heat produced when the energy is dissipated depends approximately on the square of the current times a constant determined by the tissue properties. The type of energy loss is called joule resistive heating. الطاقة الحرارة المتولدة، لما هاي الطاقة الكاملة تبدأ تتحول إلى حرارة، تتبدد وتتحول إلى حرارة، هي تقريبا مربع التيار حاصل ضرب ثابت النسيج. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا كل نسيج الى رقم حاصل ضرب محدد، فتشوفون انه بالمايكرويف مثلا شنو المايكرويف تتاثر لنا على العضلات، ما تتاثر لنا على العظام. ليش؟ الكونستانت مال العظام مختلف عن الكونستانت مال العضلات، لان العضلات بها مثلا سوائل اكثر، بها بروتين، بها الى اخره. هذا الشيء
يصير بحالة رنين مع الدائرة الكهربائية بالتردد الفلاني المعين إلى آخره. نعم دكتور، قلت هذا التيار يسبب حركة بأيونات داخل الجسم يسبب حرارة؟ نعم. خلال ليش ما يحرك جزيئات الماء؟ المايكرويف يحرك جزيئات الماء. العد هنا شنو؟ هاي احنا دا نحكي على الشورت ويف بعدنا. اها العفو. اوكي. الطريقة الثانية اللي هي الاندكتنس. الاندكتنس الاندكتف دايثيرمي، جزء اللي نريد نسخنه ينحط بالقرب او جزء، يعني اما بالقرب من يعني عندنا الكويل هنا وجسم الانسان هنا نحطه بالقرب او نلف الكويل عليه مثل ما موجود بهاي الصوره. التيار اللي تردده 30 ميجا هرتز اللي حيمر بالكويل يولد لنا ماجنتيك فيلد، alternating magnetic field in the tissue that produces eddy current in it. انتوا اخذتوا المحولات لو بعدكم؟ اعتقد تاخذوها المحولات يمكن بالخامس او السادس. التيارات الدوامه منو يتذكرها؟ نعم دكتور. جيد احمد، التيارات الدوامه شنو كانت؟ تيارات هي سبب حرارة دكتور بالصفائح المعدنية. سبب حرارة بالصفائح المعدنية مال المحولة، وممكن حتى تذوبها، يعني يستخدمون نعم. التيارات الدوامة بإذابة الحديد. التيارات الدوامة نجيب كويل، هذا الكويل بتيار يمر بتردد معين، هنا ندي يمر عندنا بتردد 30 ميجا هرتز. هذا الكويل من نحط فد معدن بداخله أو من نحط فد جسم بداخله رح يسبب لنا التيار، شو يولد؟ موجات مغناطيسية، والمغناطيس يولد تيار، فالتيار يولد مغناطيس، فيض مغناطيسي متناوب بداخل المعدن أو بداخل جسم الإنسان. هذا الفيض المغناطيسي راح يولد لنا تيارات دوامة الإيدي كارنت اللي هي ماخذيها إحنا من مشاكل المحولات بالخامس والسادس. التيارات الدوامة هذه تولد لنا حرارة مثل ما كانت تولد الحرارة بالمحولة. فالتيارات الدوامة حتولد لنا حرارة، تطلع لنا هاي الحرارة على النسيج. هاي هنا ندي نشرح على الإيدي كارنت. الإيدي كارنت انتم ماخذيها. تطبيقات أو applications of short wave diathermy. Short wave diathermy is used in the treatment the arthritis, the injuries, the sprains إلى آخره، عالج لنا هواي مشاكل من جسم الإنسان. however it does have a limitation، بيها حدود limitations. when short wave diathermy is used on muscle tissue surrounded by fatty layer راح تصير لنا مشاكل بانتقال الحرارة وفقدان بالحرارة. إذا نرجع إحنا على هاي الصورة ده تشوفون هسه اول طريقتين هي شورت ويف اللي تونا ده نحكي عليها، الطريقه الحثيه والطريقه السعويه. ده تشوفون انه بالطريقه الحثيه اكو جزء من الحراره صاير بالدهون، وبالطريقه السعويه الجزء الاكبر صاير بالدهون. فلو احنا عندنا واحد مثلي سمين دهونه هواي، هاي الطريقه ما راح نقدر نستخدمها وياه لانه الحراره راح تتبدد بالفات اكثر مما من بالمصل، فراح الحراره ما راح توصل للعضلات، وبهاي الحاله احنا خسرنا جزء كبير من الطاقه. وواجهنا مشكله ثانيه انه احنا بدنا نسخن اجزاء غير مرغوبه، يعني بدنا نسخن الدهون، احنا ما رايدين نسخنها، ويجوز هاي الدهون انه تصير بها مشاكل وحروق والى اخره. فهنا أنا يقول بها limitations بالاخص مع الفاتي layers، انه اكو هواي فاتي layers اللي عندهم دهون اكثر او الاجزاء اللي بها دهون اكثر. While short wave diathermy is much better heater of deep tissue than hot bath. يقول لك بالرغم من انه الشورت ويف حرارتها اعمق من الانفراريد، من الواكس باث، من الجيس المي الحار، هي بعيده عن انه تكون مثاليه بسبب انه كميه كبيره من الطاقه تضيع بالطبقات الدهنيه.
لهذا دي يستخدمون المايكرويف بشكل أكثر وأفضل من الشورت ويف. المايكرويف إذا نرجع على هاي الصورة، هاي المايكرويف هي تسخن الفات بس تسخن المسلز بشكل أكبر، اختراقها أبعد. باد إلكترودز، أقطاب الباد اللي هي السطحية، have great current density in the superficial tissue would separate of the current in the deeper tissue إلى آخره. الباد إلكترود حجمها يكون أكبر، توزع لنا التيار كثافة التيار على الأنسجة السطحية. فعندنا مثلاً أنسجة سطحية مصابة، بدل ما نستعمل الواكس فات يجوز بها جرح يجوز بها خدش، لا نستخدم لها الأقطاب السطحية. هاي الأقطاب السطحية مساحتها شوية أكبر، توزع لنا كثافة التيار بمساحة أكبر. راح نشوف كثافة التيار إيش قد مهمة بالإلكتروسيرجيكال يونت، توزع لنا كثافة التيار بشكل أكبر فتخلي لنا الحرارة سطحية. لهذا انه احنا لازم نستخدمه، نحط على قطبين ومسافة بيناتهم 7. بصراحة اني ما موجودات يعني مو موجودات. هو كف الكترود يسبب لنا حرارة اعمق بس يستخدموه فقط للاطراف. كاف لان هو كاف يعني الكاف تعرفون شنو الكاف؟ مثل الكاف مال جهاز الضغط، هذا الجزء اللي نلف على على ايدك هذا يسموه كاف. هذا الكاف يربط بس على الاطراف، ما نقدر نربط على باقي اجزاء الجسم. Electrodes separated from tissue by an insulating ring are to transfer the radio frequency energy through the air gap. The air gap acts as a coupling capacitance. أكو نوع من أنواع الإلكترودات يكون شوية بعيد عن جسم الإنسان ونحط مادة عازلة بيننا وبينه حتى نولد الحرارة بداخل جسم الإنسان. أكو بينه فراغ من الهواء، بالتأكيد هو أكو فراغ من الهواء. خلينا نشوف صورته حتى نفهم شكله. هذا باد إلكترود بس هذا ground pad، راح نفهم طريقة استخدامه بالأجهزة مال الإلكترود سيرجيكال يونت. هاي أقطاب مال شورت ويف دايثيرمي، أقطاب سعوية، أقطاب أكو صورة قبلها هنا. دكتور ماكو صورة حاليا. ماكو؟ آسف لعدان على شو بدي أشرح؟ لو منبهيني على ملزمة كنت تشرح دكتور. لا لا على هاي الصورة حاليا هي وضحت. هاي الصورة مال باد إلكترود. هذا الباد إلكترود مساحته السطحية كبيرة بس هذا grounding pad يستخدم بالإلكتروسيرجيكال يونت. هاي أقطاب سعوية هنا أنا مثل هاي الصورة قطب سعوي، وهنا أنا عندنا أقطاب هذا باد، هذا كف، هذا قطب مال مايكرويف وقطب إندكتيف بس خارجي. احنا قلنا بالإندكتيف أما نلف الكويل على جسم الإنسان أو نخلي الكويل فوقه، هذا إندكتيف. واضحة؟ هذا هو نفس الجهاز اللي موجود عندنا. طبعا grounding pads، هاي capacitance pads. خلينا نشوف شكل الأقطاب. قطب واحد حثي، قطبين سعويات، وخلينا نشوف المايكرويف. المايكرويف دائما قطب واحد، هذا 50 ميجا هرتز. هذا يعني اكو عدة اشكال مو شرط شكل واحد حسب الاستخدام. واضحة صورة واشكال الأقطاب اللي دي نستخدمها بال دكتور بالنسبة للباد؟ اي نفس اللي يستخدم بالدي سي شوك؟
لا 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 الدي سي شوك، الدي سي شوك أقطابه تختلف. هو البات شنو دكتور؟ قطب؟ باد هي صفيحة، يعني قطب على شكل صفيحة. أها، المهم يوصل تيار. المهم ده يوصل لنا تيار بتردد معين، هاي أقطاب الدي سي شوك معدنية وحلوة صغيرة وتنتل الواحد. نرجع كيبل راب اللي هو كيبل انفر على جسم الإنسان مثل هاي الصورة. بانكيك كويل اللي هو هذا نفس اللي شفناه، انه هو كويل طبعا هذا ما راح يكون بهالشكل، يكون مغطى كويل ينحط فوق الجسم يولد لنا حرارة بالمناطق اللي محتاجه. هسه هذا كل اللي نحتاجه عن الشورت ويف، مبدا استخدامه، شكله، طريقة استخدامه، اقطابه، هواية من عندهن. هسه عندنا المايكرويف. الالترا ساوند اعتقد ما مذكور بالمنظمة، فبس شورت ويف ومايكرويف دايثيرمي. المايكرويف دايثيرمي هي طريقة ثانية من الطاقة الكهرومغناطيسية اللي نسلطها على جسم الإنسان حتى تولد لنا حرارة. يعني نفس طريقة استخدام الشورت ويف. We are all aware of the tissue heating ability of microwave home oven. احنا كلنا نعرف المايكرويف هوم اوفن يقدر يسخن لنا الأنسجة وغيرها. المايكرويف دايثيرمي developed out of radar research in 1940s. بال 1940 كانوا يشتغلون على الرادار واكتشفوا ان المايكرويف يعني يسخن هذا الشيء، نفس ما قالت انه كانت اكو نستلة اعتقد بجيب الريس الباحث واكتشف انه النستلة ذابت من مر من قدام المايكرويف. المايكرويفز ار برودوسد ان سبيشال تيوب كولد ماجنترون. المايكرويف تولد بداخل تيوب انبوب خاص اسمه الماجنترون اللي هو emitted يعني يطرح لنا او يشع لنا من خلال انتنه. الماجنترون خلينا نشوف شكله حتى لا يظل مجهول عندكم. ماجنترون خلينا نشوف مايكرويف ماجنترون. هذا المايكرويف ماجنترون هو تيوب خاص يشع لنا مايكرويف من خلال الانتنة مالته. الأجزاء الداخلية طبعا يعني يراد لها شرح كل شوية، بس هو حتى تعرفون شكله هذا شكل الماجنترون. ترى ما واضح، ما موجود. أشكرك أحمد. هذا شكل الماجنترون، تيوب خاص يبث لنا إشعاع من خلال الأنتنة مالته. هاي الأجزاء الداخلية مالته، هاي الأنتنة، هاي اسمها أنتنة RF output، وهاي الأجزاء الداخلية يولد لنا بالداخل موجات مايكرويفية وبثنا المايكرويف من خلال الأريال مالته. فهنا أنا بالمنزل كان دا يشرح أنه هي موجات تولد بفتشي اسمه الماجنترون. ماجنترون هذا الماجنترون. The antenna is usually designed so that it can be placed several inches from the region to be treated. الأريال مالته والأنتنة مالته يصمم بطريقة أنه نقدر نخليه على بعد سنتيمترات من جسم المصاب اللي يريد نعالجه. المايكرويف from the antenna penetrates deep into the tissue causing temperature rise and deep heating. الموجات مال المايكرويف تدخل لنا عميق بالجسم الإنسان وتولد لنا الحرارة داخلياً. Microwave diathermy is used in the treatment of fractures, الكسور, sprains, التواءات المفاصل, البرسيتس اللي هي الالتهابات الكيسية, injuries بالأربطة والمفاصل وإلى آخره. استخداماته. التردد اللي نستخدمه بالمايكرويف هو 2450 ميجا هرتز. هذا التردد
يقول هو متاح استخدامه بعد الورد وور 2 بعد الحرب العالمية الثانية، بعدها الأبحاث اكتشفت أنه الترددات اللي 900 ميجا هرتز أفضل بالثيرابي، تولد أن حرارة أفضل على البوني ريجن على المنطقة العظمية. تردد 2450 هو من ترددات يسموها الـ ISM. هاي الترددات متاحة للاستخدام صناعيا وعلميا وطبيا. احنا مو بكيفنا نجي نستخدم اي تردد نشوفه قدامنا، لان كل تردد اكو بيه لازم تاخذ رخصة من الدولة، لازم يتم اختباره على الانسان، لازم يتم اختباره انه ما يسبب مشاكل للبيئة الى اخره. ترددات الـ ISM هي ترددات متاح استخدامها عالميا، باي مكان تقدر تستخدم هاي الترددات اللي هي 2.4 ميجا هرتز او اكثر، هي اكثر من تردد، بس هذا 2.4 ميجا هرتز هو من ضمن الترددات المتاح استخدامها عالميا. Like light waves مثل الموجات الضوئية، الميكرويف can be transmitted, reflected and refracted. تقدر تنقلها تنعكس وتتشتت at a surface and absorb وتمتص من خلال الوسط مثل الضوء. الضوء احنا عندنا ينعكس ينكسر يتشتت يتم امتصاصه من قبل الوسط اللي سلطنا الضوء عليه، لان هو الضوء هو اصلا موجة كهرومغناطيسية بتردد جدا عالي. Several of the standard antenna arrangements for microwave diathermy make use of the reflection property to direct the radiation to the tissue. الأغلبية من الأريالات مال المايكرويف اللي ينسلط بها الإشعاع على جسم الإنسان تستخدم خاصية الانعكاس حتى تسلط لنا الإشعاع بالضبط على النسيج اللي نريده. التردد 2450 الطاقة اللي تنعكس من الجلد تقريبا 50%. Good impedance match between the antenna and the tissue increase the amount of radiation that it's transmitted. عفوا. يقول إنه نسوي matching للممانعة مال جسم الإنسان وما بين التردد، راح نحصل على اختراق أفضل ونقل أفضل للطاقة، بدل ما ده تنعكس 50% تقوم تنعكس 20%. The transmitted radiation is absorbed by the body and produce heat. The absorption can be described by an exponential equation. The radiation intensity and the depth of the tissue given. هاي المعادلة هي معادلة الطاقة الممتصة بجسم الإنسان والحرارة اللي تتولد من عندها. Radiation intensity شدة الإشعاع وعمق النسيج اللي إحنا دريد نسلط عليه الإشعاع نقدر نحسبها بهاي المعادلة. الـ IO اللي هي Radiation intensity، الـ D هو السطح وثخن الـ thickness مال النسيج إلى آخره. المعادلة يعني مو كلش مهمة بس المهم تعرفوها. Experiments have shown that the absorption is related to the amount of water. التجارب أثبتت لنا أو شوفتنا أنه الامتصاص مال الراديشن اللي دي يصير يعتمد related مربوط بكمية الماء الموجودة بهذا النسيج. And that the heat producing interaction occurs between the electric field and the microwave radiation إلى آخره. شرحنا بالبداية أن المايكرويف هو يعتمد على جزيئات الماء، يدبدب جزيئات الماء يخلينا تتولد حرارة بداخل الجسم اللي نريده. أنا ديش راح يقول أنه التجارب أثبتت هذا الشيء أو شوفتنا هذا الشيء، كل ما جزء بمي أكثر كل ما راح يزداد امتصاصه للطاقة أكثر، وأيضا كمية الحرارة الطاقة الحرارية الممتصة تعتمد كذلك على التردد مال المايكرويف. الطاقة absorbed بشكل أفضل بالتردد 20
جيجا هرتز و and poorly يعني absorbed بشكل أقل بالترددات اللي هي 1200 ميجا هرتز and higher frequencies إلى آخره. هاي شوية ما مطلوبة. بس نسوي لكم ريكاب سريع. الكل نايمين مو؟ نايمين لو جاي تتغدون؟ تعبنا دكتور. كلش تعبنا يعني صراحة. أعرف والله. كلش طويلة كانت اليوم محاضرة صعبة. إيه صحيح. خلنا نسوي ريكاب سريع. أريد شوية الكل منتبهين. الكل منتبهين؟ رقم 80 شنو اسمك؟ دكتور في السؤال. اي الأسئلة شلون تجينا بالامتحان؟ يعني شلون تجيكم الأسئلة؟ اشرح، عدد، ارسم، علل، فراغات صح وخطأ، نقاط، عدد أعطال، عدد أجزاء، و يعني بعض الأسئلة شوية فكرية تحتاج أنه الواحد يكون مركز وقارن مقارن محاضرة، شايف الفيديوهات زين وشوية عنده حس هندسي حتى يعرف يجاوب عليها. مثلا بعض الأسئلة تكون إذا عندك فلان عطل أو إذا عندك ده تظهر لك فلان مشكلة بالجهاز، شنو العطل المتوقع؟ غالباً 25% تكون أسئلة فكرية، فلازم تكونوا مركزين. طالب رقم 80 أعتقد طلع من المحاضرة. رقم 80 عباس. عباس شاهد كاميرتك شغالة. نرجع على المحاضرة نسوي ريكاب سريع. الدايثيرمي هو شنو؟ خلنا نسأل. رقم 44 الدايثيرمي شنو؟ شنو معنى هالكلمة؟ رقم 44 صمام حراري. الدايثيرمي ثنائي حراري. يعني اوكي هي ثيرمي انت عرفتيها حراري والدايا حرارة يعني داخلية. حرارة داخلية. شكرا زينة. رقم 97 شنو كانت طرق توليد الحرارة داخليا؟ عندنا ثلاث طرق حتى سهلة عليك. رقم 97 رقم 97 نايم. 005 شنو اسمك؟ أحمد. أحمد عبد الله. أحمد عبد الله شنو؟ سجيل. سجيل يا جروب. أيوان. يا أحمد ممنون دكتور. نرجع للموضوع. الدايثيرمي هي الحرارة الداخلية، تتولد الحرارة داخليا. عندنا ثلاث طرق لتوليد الحرارة داخليا: شورت ويف، مايكرويف، والتراسونيك. الشورت ويف والمايكرويف تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية، بينما الالتراسونيك تعتمد على الموجات الميكانيكية. الشورت ويف والمايكرويف تردداتهم تختلف من واحدة الثانية. الالتراسونيك هي ترددات ما فوق الصوتية ما يسمعها الإنسان. الشورت ويف والمايكرويف والالتراسونيك كل واحدة البنتريشن مالتها شكل، كل واحدة تتفاعل ويا جسم الإنسان بطريقة مختلفة، لهذا كل واحدة لها استخدامها. الشورت ويف تقريبا تردداتها 30 ميجا هرتز، المايكرويف تردداتها 2450 ميجا هرتز. الشورت ويف اكو طريقتين حتى نوصل الإشعاع لجسم الإنسان.
الطريقة الأولى هي الطريقة السعوية، أنه عندنا قطبين متسعة ونحط جسم الإنسان بيناتهم، أو الطريقة الحثية أنه نلف كيبل على جسم الإنسان ونسوي محث، جزء من محث، أو المحث نفسه نقربه من جسم الإنسان ونخلي تتولد تيارات دوامة داخل جسم الإنسان. بحالة الكاباسيتنس اللي هي بحالة السعوية، احنا دا نحرك الايونات لتتولد لنا حراره، الايونات تتذبذب يمنى ويسرى. بحاله الحثيه احنا دا نحكي كله شورت ويف، بحاله الحثيه دا نولد تيارات ايدي كارنت بداخل جسم الانسان وتتولد حراره. اما بحاله المايكرويف، بحاله المايكرويف احنا عندنا الماجنترون اللي يولد لنا المايكرويف نفسها، وعندنا انتنا اريال، هذا الاريال هو اللي يوجه لنا الاشعاع لجسم الانسان. حالة المايكرويف جزيئات الماء هي اللي تهتز وتولد لنا حرارة. ثلاث أجهزة لها نفس الفكرة، نفس الوظيفة، نوسع الأوعية الدموية، نخلي الدم يتدفق للمكان، هذا الدم راح يخلينا يعالج لنا الجزء المصاب بزيادة الغذاء والدواء وطرح الفضلات. إذا أكو ملاحظة واحدة بس أريد أضيفها، فخلنا نرجع للشورت ويف شكل الجهاز. هذا شكل الجهاز. أكو ملاحظة بالعمل اللي راح تأخذوها إن شاء الله ويا أستاذ عصام، إذا راح يذكرها أو لا ما أعرف. الشورت ويف جهاز بلكي، بلكي يعني حجمه كبير ضخم. بالرغم من تطور التكنولوجيا، لحد الآن جهاز الشورت ويف حجمه ضخم وما نستخدم به. واضحة الصورة عندكم؟ وما نستخدم به الإلكترونيات الصغيرة. ليش؟ جهاز الشورت ويف بعد لحد الآن يستخدم هذا الشيء. من يعرف هذا الشيء شنو؟ أحد عنده راديو قديم بالبيت، تلفزيون قديم؟ ماكو أحد؟ جامعة الصناعة؟ جامعة الصناعة معتمدين عليكم هاي الأمور. إيه 44 صمام؟ صمام، شكراً. اسمك شنو؟ حنين. دقيقة حنين، خلينا نسجل اسمك. لو سجلناه حنين شنو؟ حنين علي حسين. هذا بلس وان حنين. مين عرفتي انه هذا صمام؟ ترجمت الكلمة؟ لا، من اهلي. اوكي. هذا صمام او صمام مفرغ او القبل يسموه لمبة. اللمبة هاي او الصمام موجود سابقا قبل وجود الترانسسترات، قبل وجود الالكترونيات الصغيرة الآسيات وغيرها. هذا وظيفته يقوم بنفس وظيفة الترانسستر. الترانسستر من يشتغل اون اوف يسوي لنا سويتشينج، يعمل لنا كبوابة. اكو هاي تطبيقات للترانسستر، نفس هاي التطبيقات كنا نستخدمها بالصمامات المفرغة. صمامات المفرغة كان حجمها كبير، تحتاج تحمي. فاللي عندهم تلفزيون قديم أو راديو قديم يتذكرون أنه أهلهم يحتاج يحمل تلفزيون يلا يشتغل، يحتاج الراديو يحمل يلا يشتغل، بيها مشاكل بيها مساوئ. بس لحد الآن هي الأرخص وهي الأكثر قدرة على تحمل الحرارة، عفوا تحمل الباور العالي. بالشورت ويف احنا دا نتعامل ويا باور عالي. جماعة الصوتيات، اكو واحد هنا يشتغل عندنا بالصوتيات؟ اكو واحد مجمبز السيارة مالته وضايف لها ساوند سيستم كبير؟ ماكو احد؟ ما حد رايح لشنايزر ومخليه يحط لك سبوفر كبير و ماكو احد؟ لو نايمين جيد. بالصوتيات، بالصوتيات
اللي تحتاج طاقة عالية، نعرف أنه كل ما تزداد طاقة الأمبليفاير أو غيرها يصعد سعره بشكل مخيف. ليش؟ لأن الترانسسترات اللي تتحمل طاقة عالية جدا مكلفة، جدا غالية، ويحتاج لها أجهزة حماية كل شوي حتى نحميها، لأنه أغلب سعر الجهاز هو بهذا الترانسستر. فمن نحتاج طاقة عالية ومن نحتاج حاجة رخيصة نستعمل اللمبة. أكو أجهزة صوتيات حديثة جداً 2020 تستخدم اللمبات حتى تقلل من سعر الجهاز، حتى تقلل من مشاكل الجهاز. الشورت ويف دايثيرمي نقدر نصممه بالترانسستر، بس راح نحتاج ترانسسترات تتحمل طاقة عالية، سعرها غالي، نحتاج لها أجهزة حماية وهواية من المشاكل. لهذا الشورت ويف لحد الآن يستخدم الصمام أو يستخدم اللمبة حتى يولد لنا التردد. هو بس يشتغل on off on off، يولد يتذبذب بسرعة عالية، يولد لنا تردد عالي اللي إحنا نحتاجه. هذا الملاحظة الوحيدة اللي بدي أقول لكم إياها. المحاضرة اليوم انتهت، راح نبدي بس شوية نسجل أسامي اللي ما سجلناهم. راح اللي مسجل أسماءهم سابقا خلينا ننهي المحاضرة حتى لا تصير المحاضرة طويلة. ننهي المحاضرة.